مصر قادم كلنا من أجل عرسك يا بلادي. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم والوطن والجمهورية بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم العيدي عيد المقاتل. في هذه الحلقة نتابع وإياكم مشاهدينا الأعزاء العديد من الزيارات الميدانية والعيدية التي تنفذها قيادة الجيش الوطني مع قيادة السلطات المحلية لأبطال الجيش الوطني المرابطين في مختلف جبهات العزة والكرامة. زيارات ميدانية وعيدية نفذتها قيادة السلطة المحلية في محافظة ريما لأبطال الجيش الوطني المرابطين في جبهة الجدافر شرق محافظة الجوف. في فقرتنا التالية نتابع وإياكم مشاهدينا الأعزاء تلك الزيارات الميدانية والعيدية. رشاد العليمي ونوابه، وكذلك الأخ الفريق الركن محمد علي المقدشي وزير الدفاع، وكذلك الفريق الركن صغير حمود بن عزيز رئيس هيئة الأركان قائد العمليات المشتركة. نقول لهم كل عام وأنتم بخير.
ومن نصر إلى نصر بإذن الله. أشكر قيادة السلطة المحلية على الزيارة وكذلك الزيارات المتكررة واهتمامهم بفرع الشرطة العسكرية وكذلك بالأبطال والمناضلين المرابطين في كل الجبهات وفي كل الثغور، وهذا ليس غريب عليهم ولا هي زيارة أول زيارة أو ثاني زيارة، يعني زيارات متكررة، وهذا ما يزيدنا إلا ثبات وصمود أمام العدو. إحنا ومن هذا المكان ومن هذه الصحراء القالحة نعاهد الله ثم نعاهد القيادة السياسية ثم نعاهد أبناء الشعب اليمني إن إحنا ما زلنا على العهد، حتى تحرير الوطن، حتى تحرير كل شبر تحت الميليشيات الحوثية. كما نرفع أسماء التهاني والتبريكات لقيادة سياسية الممثلة برئيس مجلس الرئاسة الدكتور رشاد العلمي وبقية أعضاء المجلس الرئاسي، فكل عام والجميع بخير. هذا الزيارة تزيد من معنويات الأفراد وتزيد معنويات الناس المقاتلين بزيارتهم إلى المواقع القتالية وإلى الخط الأمامي، ف يعني نريدها دائما، نريد أن نكرر هذه الزيارات وأن ترفع من معنويات المقاتلين، ودائما وأبدا ما تكون يعني في الأعياد فقط لكن تكون بصفة مستمرة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويوفقه لخدمة الوطن ولخدمة الجيش الوطني، ونحن صراحة سعداء جدا، وكل عام وأنتم بخير، سعداء بهذه الزيارة وشكرا لكم.
خالد داوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بصحة وعافية وشموخ وعزة. أنتم أيها الأحرار كم يسعدنا ونحن نرى هؤلاء الأسود وهم بهذا المنظر وبهذا الشكل. أسود في ميادين في كل الميادين، في ميادين الحرب وفي ميادين السلم وفي ميادين العلم وفي ميادين التعليم وفي كل الميادين العسكرية والسياسية وغيرها. لكم جزيل الشكر والتقدير. أنتم يا من تجسمتم كل الصعاب، يا من تخطيتم كل العقبات، يا من أثبتتم بثباتكم ورجولتكم وعزمتكم أنكم أقوى من الشدائد وأقوى من الصعاب التي لقمتموها منذ تأسيس الفرع. أتذكر بداية تأسيس الفرع وأتذكر ما أنتم عليه الآن. إنني أرى هذا المشهد وأسعد كثيرا رغم قلة الإمكانيات ورغم الصعاب التي واجهتكم، ولكن بفضل الله عز وجل أثبتتم أنكم أقوى من كل الشدائد وأقوى من كل الصعاب بقيادتكم الممثلة بقائد الفرع الذي بذل قصارى جهده إلى أن وصل إلى ما نحن عليه اليوم من انضباط ومن تجمع ومن جاهزية لهذا الفرع وترتيب. له الشكر والتقدير ولجميع القيادة ولكم جميعا أيضا. أيها الأسود، مهما قلنا لن نفيكم حقكم. نحن نأتي إليكم ندعي أننا نرفع لكم المعنويات، وإذا بنا عندما نراكم ترفعون لنا المعنويات بثباتكم وصبركم. أنتم أيها الأسود، أيها الرجال الأحرار، أنتم وأنا أراكم الآن وأقول بإذن الله عز وجل أنني أرى في الأيام في المستقبل القريب من سيكون منكم الوزير، ومن سيكون منكم القائد، ومن سيكون منكم اللواء، ومن سيقود منكم المعارك بإذن الله عز وجل. لا سيما وأنا أرى هؤلاء الوجوه من ضباط وصف وجنود لهم رصيد نضالي منذ البداية، لأنه نعرف ماذا عانيتم وماذا ثبات الجبال. وتقول للصعاب ولكل ما واجهتموه أنبر من كل ما لقيتموه. وبالفعل أثبتتم جدارة في الميدان وأثبتتم جدارة في فرعكم هذا. لهم كل التحية والتقدير، وهذه نعتبرها فرصة لكي يتم التدريب وإعادة التأهيل، وهذه نعتبرها مكرمة ونعتبرها أيضا طيبة ومباركة من قائد المنطقة الرجل الشهم الأسد حقيقة، قائد المنطقة هيكل الحنتف، الذي أعتقد أنه أولاكم رعاية خاصة. وأعتقد أنه عندما التقى به قائد الفرع وعد قائد الفرع أنه أنا وقال بهذه الكلمة: أبناء ريما رجال، وأنا مستعد أن أبني وحدة حقيقية. وقيل له في ذلك الوقت: شكرا لك يا فندم، وهذا ما يريده الناس. ونحن نرى فعلا نتائج كلامه في الميدان تحققت. هذا الرجل حقيقة يستاهل كل التقدير وكل الشكر. فما علينا وما عليكم أيها الأسود إلا أن تنخرطوا في الدورات التي إن شاء الله ستكون فيها كل الدورات في كل الجوانب بإذن الله عز وجل. نكررها مرات عديدة وعديدة أننا في مرحلة استثنائية، ونحن الآن نصنع قادة للمستقبل. نحن الآن نصنع قادة للمستقبل، ولذلك ينبغي على كل الضباط وكل الأفراد أن يكون الانضباط والانتماء للوحدة المؤسسية هو السائد وهو الرائد. لأنه عندما ننطلق والكل ينطلق من أنه يرى للمستقبل، فهناك يعد نفسه للمستقبل. و...
ومن يرى اللحظة لن ينطلق أبدا، لكن عندما يكون المستقبل أمام عينه ينضبط عسكريا، يحترم قيادته، يحترم القسم العسكري، يحترم الأنظمة واللوائح، وينطلق إلى بر الأمام. نحن أيها الأسود حقيقة لا نجازي ولا نوافيكم حقكم. أنتم تكشفتم كل الصعاب حقيقة، رغم كل الظروف التي مريتم بها، إلا أنكم أثبتتم أنكم قاهرين لكل هذه الظروف بفضل الله عز وجل. وكما سمعنا من القائد ورأينا في الإعلام أيضا، تخرج مجموعة منكم من الدورات، وهذه تعتبر نقلة نوعية غير عادية. نتمنى ونحث القيادة والكل أن الكل يشارك في الدورات كلا في مجاله، هذه في جانب الأمن العسكري، وهذا في جانب الاستخبارات، وهذا في جانب العمليات، وهذا في جانب السيطرة، وهذا في جانب، بحيث أن نريد كل أبناء الفرع أن يكونوا مؤهلين كما يعلم الله أنهم يتابعوا القيادة ليلا ونهار لكي يتم التثبيت ولكي يتم الانتفاع بهذا الفرع. بفضل الله عز وجل وبجهود حثيثة من الكل، وأيضا جهود الأخ الفائد أثمرت بفضل الله عز وجل أنه التثبيت على الأبواب وأيضا المرتبات على الأبواب، وهذه تعتبر محمدة نحمد الله عز وجل عليها. ونشكر أيضا كل من تابع في هذا المجال، سواء من سلطة محلية أو من المقاومة أو مرخص بالشكر قائدكم الفندق إسماعيل الذي يتابع ليل ونهار ويعمل بصمت لكي يصل إلى ما نحن عليه اليوم، ولكي يتم تثبيت هذه الوحدة
وتوحد اليوم يوم النزال عودي عودي إيراني أبواق فارس قبل تتلحد يا محال نقبل سلالي عايدي عايدي جبهات رازح ومران في محافظة صعدة كغيرها من جبهات العزة والكرامة التي احتفت بمناسبة عيد الأضحى المبارك في الخطوط والمواقع الأمامية. بمناسبة يوم عيد الأضحى المبارك نهني القيادة السياسية ممثلة بالمجلس الرئاسي، كما نهني إخواننا من أبطال الجيش الوطني المرابطين في مارب، في شبوة، في الساحل الغربي، في المناطق الجنوبية، في الشريط الحدودي. من فهذه الثانية مقدمة من أبطال محور مران، وشكرا. أوكي. وإن شاء الله سبحانه وتعالى النصر على أيدي أبطال الجيش الوطني المعول عليهم. نلتقي بالعاصمة صنعاء باليمن الكبير، وشكرا. نهني الشعب اليمني والقيادة السياسية الممثلة بالدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ونهني القيادة العسكرية في الجبهات الداخلية والشريط الحدودي وعلى رأسهم قائد محور مران قائد اللواء الثالث عروبة اللواء عبد الكريم السدعي أحد مؤسسي الجيش الوطني وأبطال محور مران بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله عز وجل أن يعود الأمن والاستقرار إلى وطننا الغالي على قلوبنا. كما نهني قيادة التحالف العربي الذي تقودها المملكة العربية السعودية، الدولة الشقيقة الكبرى الذي سخرت أموالها وجيوشها وسياستها ودم أبنائها من أجل عيش المواطن اليمني حرا كريم، وحفظ الله اليمن أرضا وإنسانا. رسالتنا إلى أبناء الجيش الوطني في كل الجبهات وفي كل الميادين وفي كل التباب والثغور والوديان، ونقول لهم أولا عيد مبارك علينا وعليكم جميعا بالخير والصحة واليمن والبركات، وإننا على عهدكم ماضون، ولا تنقصنا رجولة من سبقنا في الشهادة أو من بترت رجله أو يده. وهذه رسالتنا موجهة من قيادة محور مران، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني منتسبي اللواء الثالث عروبة، كما نعتز بانتسابنا لهذا اللواء هو مدرسة البطولة والانتماء ونموذج التضحية والفداء الذي مر عنوف الميليشيات الإيرانية في المرحلة الأولى لبدي المعركة قطع رأس الأفعى، وسنعود المعركة وسننتصر من جديد وسنرفع العلم الجمهوري في أعلى قمم مران. فالوطن والتاريخ ما بيذكر لمن كانوا شرفاء أحرار رجال صدقوا ما عهد الله عليه، وبيكونوا مفخرة لأبناء الشعب اليمني. أما الذين ليس لهم أي قيمة ولا أي رباط بجبهة العزة والكرامة، يعني ما بذكرهم التاريخ أبدا إطلاقا، فالتاريخ ما بذكر لمن كانوا شرفاء أحرار رجال صدقوا ما عهد الله عليه، رجال قدموا نموذج التضحية والفداء لأجل هذا الوطن. فأسأل الله التوفيق، وأسأل الله أن ينصرنا نصرا عزيزا مؤزرا، الرحمة على شهداءنا الأبرار الرجال الذين صدقوا ما عهد الله عليه، نحن على دربهم سائرين، الشفاء لجرحانا الأبطال، النصر لليمن، الحرية للمعتقلين، التحية والمجد لكم أيها الأبطال الأشاوس. بالروح بدم نفديك يا يمن، بالروح بدم نفديك يا يمن، بالروح بدم نفديك يا يمن.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين من ميادين البطولة والشرف. نهني القيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة السياسي وأعضاء مجلس السياسة مجلس القيادة الرئاسي، نهني قيادة التحالف العربي في قيادتها قيادتهم المملكة العربية السعودية ممثلة بسيد الحاج محرمان الشريفين ولي عهده، ونشكرهم على كل ما يبذلوه إلى جانبنا وكل ما يقدموه من دعم سخي ودعم أخوي لأشقائهم في يمن الإيمان والحكمة. وأنا أقول لهم لن يكون لكم مننا إلا أن نقول لكم شكرا في كلمة الثناء وكلمة الشكر، لن توفيكم حقكم، والشعب اليمني يكن لكم كل الحب وكل الاحترام. ذلك نرسل تهانينا لأبناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج، ونقول لهم عليكم الصبر صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فالحوثي بإذن الله يعني مصيره قريب ونهايته قريبة بإذن الله، والنصر قادم لا محالة. ونحن من هنا من هذه الميادين من جبهة مران نؤكد لقيادتنا السياسية وقيادتنا العسكرية بأن نحن جاهزين ونحن على أتم الاستعداد. إن جنح الحوثي للسلم فنحن تواجد للسلم، وإن لم يجنح فنحن أهلا للحسم أهلا للحسم، وسندخل بإذن الله صنعاء، وسندخل كل محافظات الجمهور اليمني بإذن الله بإرادتنا وبعزيمتنا. ونحن نطلب الصلح من مصدر القوة ليس من مصدر الضعف، فإن جناح الحوثي وفي الصلح وفي سلام مشرف لأبناء الشعب اليمني، فنحن نرحب بالسلام إن كان يضمن حقوقنا وكرامتنا، وإن كان يعني لم يجناح الحوثي للسلام فنحن سنأخذها حربا بإذن الله، وسندخل العاصمة صنعاء. أراد حربا حربا، أراد سلما سلما بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. نهني الشعب اليمني والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة العظيمة عيد الأضحى. نستغل هذه الفرصة العظيمة بأن نقول للشعب اليمني نحن في الجيش الوطني ضباط وأفراد، لن نهنى بأي عيد إلا بعد تحرير العاصمة صنعاء من هذا الظلم الذي حل على الشعب اليمني في سيطرة الميليشيات على مؤسسات الدولة وأغلبية المحافظات التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيات. بإذن الله لن نفرح ولن يكون لنا أي عيد ولا أي فرحة إلا بعد تحرير العاصمة صنعاء وكل المحافظات التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيات. باسم ضباط وأفراد اللواء الثالث عاصفة، نهني القيادة السياسية ممثلة بالأخ الدكتور رشاد العليمي ورئيس مجلس الرئاسي ووزير الدفاع وقيادة اللواء الثالث عاصمي وقيادة اللواء محمد بن عبد الله العقابي. وكما ننقل من المواقع الحدث ان احنا جاهزين وفي اي وقت لاي طارئ كان. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي باسم ضباط اللواء الثالث عاصمي، نهني الشعب اليمني وكمان هني مجلس الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، ونحن جاهزين كالمرصاد يعني منتظرين اي اشاره للتحرك نحو صنعاء ان شاء الله باذن الله. وصالك تهاني العجل الأبطال تتفسر تقول لبادس يا مانت وصال أقواني بساحات العز يبقى عدانا
إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا الأعزاء إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة من برنامجكم العيدي عيد المقاتل. لا يسعنا إلا أن نشكركم على حسن الإصغاء وكرم المتابعة. حتى الملتقى، حفظ الله الوطن ورجال قواتنا المسلحة البواسل. من خير الرجال بالنصر قادم، كلنا من أجل عزك يا